ايه يا عم علي المير مين وبتاع مين؟ لا طبعا ما اديتلوش حاجه، انا كنت بس كده بجري في الكلام. انت برضو على فكره المفروض تعمل كده لو اتصل بيك او حب يقابلك. يا عم الحكايه مش ناقصه شبهه. لا 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 ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب طيب سلام يا عم. الحمد لله على السلامه يا ست العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ ما المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجه، ومش بس كده، بعد قعدت وشربت الشاي كمان. مش كده؟ هما قالوا لك؟ وحتى لو يا نوح يا حبيبي، ايه المشكله ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجه زي دي؟ انا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. جرى يا نوح؟ هو برجازه هيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجه زي دي؟ اللي يضايقني ان حريم نوح السباعي يخطو خطوه بره البيت من غير اذنه، بالذات لما تبقى الخطوه دي خاصه بشغله او راس ماله. الله، طب ما هو راس مالي انا كمان. انت فاهمه غلط، انت حيالله ليك حصه قد كده، هديها لك هي وارباحها لما الحكايه تمشي. مزاجي انا. يعني ايه بمزاجك؟ انت ناسي يعني الفلوس فلوسي ولا ايه؟ اه بس احنا في بينا ورق بيقول ورق؟ ورق ورق يا مهرات دي حاجه بينا وبين بعض، حب يعني، كلام كده بالراجل ومراته، انما الناس الكبار اللي انا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش. يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صح، انت ست غاوية طنطيط ومنظره، وفي اول لحظه فردت قلوبك وروحت تسالي ليه وازاي، والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى انا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات، انت واقفه عليها بالخساره. الكلام اللي انت بتقوله ده يا نوح؟ الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعي لو رجلك وقفت هناك تاني. أنا أهم حاجة عندي يا فريال السمع والطاعة، فاهمة؟ أسمع كلمة حاضر. حاضر يا نوح. خليها الشيخ نوح، الشيخ نوح أحلى. حاضر يا شيخ نوح.